فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فتخصيصه بالذكر يدل على أنه هو الأفضل. ومعلوما من نصحه عليه الصلاة والسلام أنه لن يعين إلا الأفضل، لأن هذا من باب النصح لأمته عليه الصلاة والسلام. ومن هو الأفضل في ميزان الشرع؟ من؟ الأتقى، ليس التقي، الأتقى. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بصيغة أفعل التفضيل، لم يقل إن أكرمكم عند الله تقيكم، قال أتقاكم. فدل على أن الإنسان كلما ازداد تقا كلما كان كريما عند الله عز وجل. إضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين ذكر الغلو وهو في آخر حياته مع ذكر الخلة، وليست هناك مناسبة واضحة بين ذكر هذه مع هذه، إلا كما أسلفنا وكما نقرر الآن من أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام يكون فيه إشارة إلى الخليفة من بعده وهو أبو بكر. هنا قال رحمه الله: فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر. وبعض العلماء يقول إن النص الصريح جاء بالتنويه على خلافة أبي بكر، وهنا قال الإشارة، ومعلوم أن الإشارة تختلف عن التصريح. فيكون عند المصنف رحمه الله في تعبيره أن أبا بكر رضي الله عنه صار خليفة بالنص الخفي، بينما يرى غيره أن خلافته ثبتت بالنص الجلي. وعند غير أصحاب هذين القولين، عند غيرهما أن خلافته ثبتت بالإجماع لا بالدليل، لا بالدليل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا الخفي ولا الجلي. والذي يظهر أنها ثبتت بالدليل، لكن أهو الدليل الخفي أم الجلي؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومن الأدلة على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولذا اختلف العلماء ما هو هذا الكتاب الذي سيكتبه، لأنه عدل عليه الصلاة والسلام. فمن بعض الأقوال أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينص على الخليفة من بعده، لكنه علم أن الصحابة رضي الله عنهم لن يختلفوا على أبي بكر، فرأى أنه لا داعي إلى هذا. ومنها أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوعدها أن تأتي إليه، فقالت: إن لم أجدك تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. ومنها أنه لما أريد أن يقدم عمر في الصلاة غضب عليه الصلاة والسلام، مع أن عمر له منزلته، فدل هذا على أنه أراد أن يتولى هذا الأمر أبو بكر. ولذا فإن الإمامة إمامة صغرى، فهي تدل على الإمامة الكبرى، ولا سيما في ذلك العصر. لما؟ لأن ذلك العصر من كان يتولى الإمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو المعني. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذه مزية له. ومنها أنه قبل حجة الوداع في السنة التاسعة أرسل أبا بكر ليحج ويذيع في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وأما إجماع الصحابة عليه فهذا معلوم. ولو قال قائل إن الأنصار نازعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة وحصل ما حصل والحديث عنها طويل، فالجواب عن هذا أن الأنصار رضي الله عنهم حصل هذا منهم باجتهاد، بناء على أن لهم منزلة ومرتبة كالمهاجرين. ولذا قال بعضهم: منا أمير ومنكم أمير. لكن أبا بكر رضي الله عنه لما أخبر أن الخلافة إنما هي في قريش أذعن الجميع وأصبح إجماعاً